صباح الخير عليكم، رمضان كريم. ناس كتير قوي بتقولي يا كابتن مواعيدي مش عارف اظبطها خالص ولا عارف اظبطها خالص عشان اتمرن في رمضان، كمان تغيير الفصول والجو اللي غير مستقر مخلي مودنا وحش جدا ومش قادرين نتمرن ولا قادرين نعمل اي حاجة، وخايف جدا لو وزني يزيد او الفورمة بتاعتي تتأثر بكل العوامل اللي قلتلك عليها. طيب ايه المفروض اعمله؟ ايه المفروض اعمله علشان حتى لو ما اكتسبتش عضلات او لو ما حققتش تارجت جديد، ان انا على الاقل ما اخسرش من التارجت القديم بتاعي او ان انا وزني ما يزيدش وافقد فورمتي؟ ايه اللي المفروض اعمله؟ احنا خلينا متفقين ان احنا لازم نوصل اكسجين للعضلات بشكل كافي عشان نحافظ على وجودها في جسمنا، وده مش هيحصل الا بالتمرين. طيب انا مش قادر اتمرن، اعمل ايه؟ يبقى انا لازم احافظ على اكلي كويس جدا، اكل 3 وجبات في اليوم. ايوه 3 وجبات في اليوم مش 2. احنا هناكل الفطار وهناكل وجبه بروتين سناكس خفيفه ما بين الفطار والسحور بعدها ب4 ساعات، وكمان اتسحر بشكل منتظم بشكل ما فيهوش كالوريز زياده تزود وزن. ده بالنسبه لنظام التغذيه. طب وبالنسبه للتمرين؟ على الاقل 3 ايام في الاسبوع اعمل نص ساعة مشي أو جري أو جوجينج أو أي كارديو تقدر تعمله خلال فترة الصيام علشان الدهون المختزنة جوه جسمك نفقدها وما نزودش عليها دهون زيادة بسبب الصيام وبسبب رمضان وحاجاته الحلوة. حافظوا على نفسكم وحافظوا على فورمتكم، وإن شاء الله رمضان يعدي وانتوا فايزين فيه في الدين وكمان في الرياضة. صباحكم زي الفل، رمضان كريم.